خديجة حجوب يعقوبي، نائبة رئيس مجلس جهة فاس مكلاس. اليوم حنا متواجدين في هذه الندوة الصحفية على ود المعرض الوطني ديال الجلد، وهو من المعارض الموضوعاتية اللي كتنظمها الغرفة، الجهة داعمة كل ما يمكنه يدعم الصناع التقليديين، لا في التسويق ولا كذلك في تسويق المواد ديالهم أو لا تسويق المنتوجات ديالهم. المعرض ديال الجلد هو مهم ومهم جدا، لأنه من أحسن ما كاين في الجلد في المغرب، هو موجود عندنا في مدينتنا، مدينة 1200 سنة، واللي معروف بالإبداعات. الإبداعات مهمة جدا في صناعة الجلد، ويعني هذا المعرض غيكون يعني واحد المحطة ديال الإقلاع الاقتصادي لهذا الصناع التقليديين من بعد الأزمة كورونا. المساهمة ديال الجهة هي 4 مليون ديال الدرهم في 4 ديال المعارض الموضوعاتية. في هذا المعرض ديال الجلد 1 مليون درهم، مليون ديال الدرهم. تبارك الله عليك.